سبحانك اللهم خير معلم، علمت بالقلم القرون الأولى، أرسلت بالتوراة موسى مبشرا، وابن البتول فناول الإنجيل، وفجرت ينبوع البيان محمدا، فسق الحديث وعلم التنزيل، لا تذكر الكتب السوالف قبله، طلع الصباح فأطفئ القنديل. النداء نداء الرحمن لأهل الإيمان، وما أدراك ما النداء؟ هو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. إذا وجدت وسمعت قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك، فمما لا شك فيه أنها تجمع بين خيري الدنيا والآخرة. لماذا خص الله تبارك وتعالى أهل الإيمان بهذه النداءات في القرآن الكريم مع أنه نادى الناس جميعا فيه؟ أسئلة أخرى كثيرة مطروحة مع حضرتكم على بساط البحث في هذا الألبوم الثالث والجزء الثالث من السلسلة الطيبة الطاهرة النداء. نرحب بحضرتكم ومعنا نرحب بضيفنا الكريم صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف أخباركم شيخ؟ حياك الله دكتور. حياك الله وبياك. أهلا وسهلا. كل عام وحضرتك بخير. حضرتك بخير. الله خير. منه ومنكم. اللهم أمين. صالح الأعمال والطاعات. اللهم أمين. كرمك الله. الألبوم الثالث أو الجزء الثالث من النداء. بدء ذي بدء، ما الذي يختلج في خلجات نفسك ونحن في بداية مستهل هذا الجزء الثالث من النداء؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فنحمد الله جل وعلا أن أحيانا وأمهلنا وأبقانا لندخل إلى هذا الجزء الثالث من أجزاء هذا البرنامج الهادئ الهادف الذي يجمع بين التأصيل العلمي والمنهج التربوي والدعوي، والذي أسأل الرب العلي جل وعلا أن يجعله خالصا لوجهي وأن ينفعني أنا وإياك وإخواننا جميعا به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإن أذنت لي أخ الحبيب الدكتور محمد أن أذكر بجلال النداء مرة أخرى، وأنا أتعمد أن أذكر به في أول كل لقاء من هذه الأجزاء، فحين يقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه. نعم، هذا النداء فيه ثلاث لطائف. الأولى أو ثلاث فوائد. نعم. الأولى التنبيه والإغراء والحض: يا أيها الذين آمنوا انتبهوا، فمالك الملك ينادي. جميل. القدوس الأجل الأعظم ينادي سبحانه، سيأمر بخير وسينهى عن شر، فأحضر قلبك وسمعك واستحضر كيانك كله، هب أن ملكا من ملوك الدنيا ينادي عليك باسمك، كيف يكون رد فعلك؟ أطير طربا وفرحا وشوقا. تصور أن الذي ينادي عليك أنت يا من حققت الإيمان هو الرحيم الرحمن جل جلاله. هذه اللطيفة الأولى، ولذا قال: فأرعها سمعك. وأنا أضيف: بل فأرعها سمعك وقلبك وجوارحك وكيانك كله. ثم اللطيفة الثانية: اعلم أن ما يحمله النداء من أمر أو نهي أو تكليف إنما هو من مقتضيات الإيمان. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، إلى آخر هذه الأوامر. نعم. فما يحمله النداء إنما هو من مقتضيات الإيمان، ولذا فإن اللطيفة الثالثة: إن خالفنا معاشر المؤمنين هذه المقتضيات فإن ذلك من أكبر الأدلة على نقص الإيمان. الله أكبر. ولذا وجب على من استشعر أنه خالف أمرا أو وقع في نهي، وجب عليه أن يتدارك ذلك بتجديد الإيمان مرة أخرى في قلبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الذي رواه الطبراني والحاكم وغيرهما بسند حسن: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، أي كما يبلى الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. اللهم هذه الوقفة الأولى. جميل، ممتاز.
الوقفة الثانية ماذا؟ الوقفة الثانية أحب أن أذكر بما ذكرناه في آخر الجزء الثاني في هذا النداء 13 من نداءات الرحمن لأهل الإيمان في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقد ذكرت لك أخي الحبيب دكتور محمد أن الآيات النسق العام لهذه الآيات عموما جاءت في سياق الحديث عن غزوة أحد، وقد تعجبت كثيرا بل وتوقفت طويلا لماذا جاءت هذه الأوامر وهذا النداء بما يحمله من مقتضيات للمؤمنين في سياق حديث طويل بدأ عن غزوة أحد من قوله تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، إلى آخر الآيات، إلى أن قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا. وقلت بأن القرآن مصدريته دليل إعجازه، بمعنى أنه كلام الله جل وعلا هو المصدر سبحانه. ولما كان ذلك كذلك كان مصدر البلاغة والإعجاز والتنسيق والترتيب. فالقرآن كنز حقائق وبحر دقائق ونهر معان الله ودرج زواهر سلام وعالم علم ومعين حق. وأنا أقول دوما في بداية لقاء التفسير للقرآن، أقول إن العلوم وإن تبينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت أبوابها وتنوعت أحكامها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علوم القرآن، علم التفسير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها، ولم لا؟ لكن لا تقصر العلوم على العلوم الشرعية فقط، كله، لكن أعلاها وأشرفها علم القرآن. لما؟ القرآن بشرف كل علم بشرف موضوع، شرف موضوع، وموضوع القرآن وموضوع علم التفسير كلام ربنا الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. فحين يأمر ربنا جل وعلا بهذا الأمر ويكلف أهل الإيمان بهذا المقتضى: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، ليعلمنا أن الانتصار في ميدان الجهاد بالسيف لن يتحقق إلا بعد الانتصار في ميدان النفس. الله أكبر. على الشهوات، يعني النفس أولاً. أولاً لن تستطيع أن ترفع السيف في ساحة الوغى وميدان البطولة والشرف لله، لله، لنصرة دين الله، لتكون كلمة الله العليا، لا من أجل مغنم ولا من أجل شهرة ولا من أجل دنيا ولا من أجل هوى، وإنما لنصرة دين الله. طب من أجل وطن مثلا يجوز؟ نعم. الدفاع عن الوطن في سبيل والموت الله في سبيله موت في سبيل الله. نعم. من قاتل دون أرضه ودون عرضه ودون ماله ودون شرفه ودون دينه فلا شك ولا ريب أنه عند الله جل وعلا إن صحت نيته فهو من الشهداء. ولذلك لكن من الشهيد في سبيل الله نفس الدرجة؟ يعني المقتول شهيد درجة. والغريق شهيد هو أعلى درجة، الموت في سبيل شهيد الله شهيد الميدان أعلى درجة، دفاعا عن دين الله تحديدا. نعم، يقول صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. الله أعدها الله للمجاهدين في سبيله، الله في سبيله، لتكون كلمة الله هي العليا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم حينما جاءه رجل وقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل للذكر ليذكر، نعم، لتسلط عليه الفضائيات والأضواء والأضواء، شجاع ونجوم وتكلم إلى غير ذلك. فقال في جواب نبوي بليغ بديع جامع: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله.
الله. من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. وما عدا ذلك، وما عدا ذلك فليبحث كل إنسان عن نيته، بل قد يموت الإنسان في الميدان خلف سيد الرجال صلى الله عليه وسلم وهو من أهل النار. كنت أسأل حضرتك هذا السؤال، إذا دخل ولم يجدد النية أو يحصل النية لا شيء له، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وقال جل وعلا فمن كان أرجو الله لقاء ربه، لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فكم من عمل كبير في أعين الناس حقرته النية ووضعته النية، وكم من عمل صغير في أعين الناس عظمته النية وكبرته النية. لذا كان إمامنا ابن الجوزي يقول من أخلص لله سريرته فاح عبير فضله وعبقت القلوب بنشر طيبه. الله. فالله الله في السرائر فإنه لا ينفع مع فسادها صلاح ظاهر. أسلم يا رب. النية. النية. آه. هل نجدد النية مع كل عمل بالمرة حتى نتعلم؟ نعم. كيف؟ طريقة معينة، أسلوب معين نجدد النية؟ النية محلها القلب. ليس باللسان يعني. ليس باللسان. نويت كذا، نويت. لا أعلم عملا أو عبادة في الإسلام شرع فيها الجهر بالنية قط. حتى الصلاة. ولا الصلاة. بل ظننتك ستقول حتى الحج. حتى الحج. نعم. سأأتي على العبادات. الحج حين أقول لبيك حجا. نعم. حين يحدد النية وقل إفرادا أو قرانا أو تمتعا، هذا إظهار لشعيرة الدخول في النسك، كما يشعر نفسه بالدخول في نسك الصلاة بالتكبير الله أكبر. لكن النية محلها القلب. لا 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 يتلفظ بها. لا يتلفظ بالنية في أي عبادة من العبادات. يعني حضرتك الآن حينما خرجت من بيتك إلى صلاة الفجر، ما أخرجك إلا نيتك لصلاة الفجر. صحيح. في جماعة. لا. وهكذا في سائر العبادات والطاعات. جميل. وبالنية يحصل الإنسان أجرا عظيما جدا، ربما ينال أجر الشهداء. الخارج يجاهد في سبيل الله لنصرة كلماته، بماذا يقول أو يتمتم من كلمات داخل نيته على الأقل؟ هو يعقد النية على أنه ما خرج إلا نصرة لدين الله جل وعلا، وإلا إعلاء لكلمة الله، وإلا نصرة للدين وللحق، ورفعا للظلم عن المظلومين والمقهورين. فهذا كله يندرج تحته في سبيل الله. لا، الرسول صنع هذا مع الصحابة والصحابة قلدوا، وجاءت آيات الربا في غزوة. جميل. السياق العام للربا والحرب والجهاد، كأن ربنا تبارك وتعالى يريد أن يربي الصحابة والأمة من بعدهم على أن الخطوات العملية الأولى على طريق تحقيق النصر في ميدان الجهاد بالسيف أن تحققوا الانتصار على النفس وعلى القلوب وعلى الضمائر، لتطهروا نفوسكم من شهواتها وشبهاتها، ومن أعلى هذه الشهوات أن تبتعدوا عن أكل الحرام وفي القلب منه أكل الربا. إذا الربا أمر جلل مولانا، خطير. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. إلى آخر الآيات. لكن الشاهد أن الله جل وعلا يقول لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. قد يظن البعض أنه لو أكل الربا قليلا فهذا جائز مقبول. كلا. وإنما الآية أي يا معشر من دخل الإيمان قلبه وحقق الإيمان بالله ورسوله، لا يجوز لكم أن تأكلوا الربا بعد إسلامكم كما كنتم تأكلونه في الجاهلية أضعافا مضاعفة. جميل. هل هنا نهي لآخذ الربا في حد ذاته؟ بل للاثنين معا، للدائن والمدين. لا تأكلوا الربا للدائن. هذا أمر عام لأهل الإيمان جميعا. يا أيها الذين آمنوا. نعم. فالدائن بالزيادة مرابي. هذا ينطبق عليه الآية. مرابي. صحيح. أين المدين؟ والمدين الذي يزيد الدائن في المال في مقابل هذا الوقت أيضا واقع لا محالة في الربا. لعن الله الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه.
لم يترك صلى الله عليه وسلم شيئا. الله أكبر. ويكفي أن تقف يا دكتور محمد أمام قول ربنا يمحق الله الربا ويربي الصدقات، سواء لدين أو مدين. نعم، لأن هنالك طنطنات على أنه المدين غير مشمول بالآيات القرآنية. حاشا لله وكلا، وهذا القرآن وهذه هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك يحذر من النار، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، حتى قال بعض أهل الفضل هذه الآية من أخوف آيات القرآن الكريم، لأن الله توعد المؤمنين الذين يقعون في المحارم وعلى رأسها أكل الربا بالنار التي أعدت أصلا للكافرين. لكن أليست هذه مبشرة أنها أعدت للكافرين؟ رد عليه آخر بهذه البشرة الجميلة التي ذكرت، قال بل هي من أرجى آيات القرآن، لأن الله جل وعلا بشر في هذه الآية بأن النار ما أعدت إلا للكافرين، ولا يمكن أن تكون مهيئة ومعدة للموحدين المؤمنين. وإن زل أحدهم في المعصية لبشريته وضعفه فجدد التوبة والأوبة، ربما يحصل من الأجر أضعاف أضعاف ما ضاع منه لحظة ضعفه في وقوعه في المعصية. تمام. ثم تمام. بعد ذلك يأمر الحق تبارك وتعالى بطاعة الله ورسوله الذي هي السبيل العملي على أرض الواقع لتحقيق النصر، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. في كلمة مجازة، كيف نطيع الله ورسوله؟ بامتثال الأمر الرباني والنبوي، واجتناب النهي، ثم والوقوف عند الحد، ثم وعند سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبليغ دعوته، باتباع شريعته، صلى الله بالذب عن دينه. هل نأتي من الأمور ما نستطيع كل إنسان يستطيع يأتيه، أم هذه فروض لا بد أن يصنعها الأمر والنوايا؟ قال جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، وقال صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. إذن النهي أخطر من الأمر. نعم، اطرق. ما فيش ما استطعتم في النهي، ما فيش قال الله جل وعلا لا تأكلوا الربا، قلت أخذ شوية صغارين أكلوا قليلا من الربا، لا أخذ قليلا من الخمر، لا يعني النهي نهي تام، فدعوه. في الأمر ما نستطيع، ما نستطيع، لأن الله جل وعلا. طب إذا قلت لا أستطيع أن أترك الربا مثلا، لا أستطيع أن أحقق التقوى، لا أستطيع أن أحقق مضامين الإيمان مثلا، ادعوا لي يا مولانا مثلا. هذا كما ذكرت في أول لقاء يدل على نقص في الإيمان. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني هذا فهم خاطئ للآية. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي لا يكلف الله المكلفين إلا بما في استطاعتهم ومقدورهم، يعني فالله جل وعلا من رحمته ولطفه لا يكلف مكلفا أو مؤمنا أو مسلما بما لا يستطيع أن يؤديه أصلا، فحين يأمرك بالتوحيد كل التكاليف اللي في القرآن والسنة يستطيع الربانية والنبوية، لولا أن المرأة مهيئ المؤمن لولا أن المؤمنة أو المسلمة مهيئ لآدائها ما كلفه الله جل وعلا بها. وغير المسلم يستطيع أيضا، يعني نعم، كل البشر. ففيما التفاضل إذن، يعني بيني وبين فضلتك مثلا وبيني وبين الإيمان؟ التفاضل في الإيمان. الله أكبر. قال ابن أبي مليكة أدركت 120 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما من واحد منهم يقول بأن إيمانه على إيمان جبريل وميكائيل. فهناك تفاضل في الإيمان. ممتاز، جيد. إذن الائتمار بالأوامر، الانتهاء عن النواهي، والوقوف عند الحدود. نعم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلى الله عليه وسلم، يقول كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. ومن يأبى أن يدخل الجنة؟ سئل هذا السؤال، قال ومن يأبى رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. الذي يأبى دخول الجنة هو الذي يقع في المعصية. لكن في معصية بسهو مولانا، يعني أو معصية لا خلاف البتة، ليس النية عقد النية على المعصية، بل أنا أزيدك. تفضل. وفي معصية في ضعف، مش في سهو فقط. نعم، ربما يضعف الإنسان في لحظة من اللحظات فيقع في المعصية. نعم، فيزل. هذا ما عليه إلا أن يجدد التوبة والأوبة، وأن يغسل ثيابه التي ارتكب فيها المعصية بدموع التوبة والندم، وأن يعاود الإقبال على الله وهو على يقين أن الله جل وعلا سيفرح بتوبته في أي ساعة من ليل أو نهار.
نختم بها وإن زلت قدمه ثانية. ما من إنسان مهما كانت درجة إيمانه إلا وقد يتعرض في لحظة ضعف بشري تعتري كل البشر فيزل، فإن زل إن زلت قدمه في بؤرة معصية فما عليه إلا أن يرفعها وأن يجذب ثيابه من أشواك الذنوب التي جذبته وأن يطهرها بدموع التوبة والأوبة والندم وأن يرجع إلى الله وهو على يقين أن الله جل وعلا سيفرح بتوبته حين يتوب إليه في أي ساعة من ليل أو نهار. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. مسك الختام، بارك الله في فضيلتكم. ورسالة من فضيلتكم لي وللمشاهدين الأكارم في أولى حلقات هذه السلسلة. أول رسالة أوجهها لنفسي وإخواني من أهل الإيمان، احذروا الربا، احذروا أكل الحرام. إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال يا أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر النبي الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. ثم أذكر نفسي وإخواني باتقاء النار، وذلك بالبعد عن الذنوب والمعاصي كبيرها وصغيرها ما استطعنا، فإن زلت قدم واحد منا فليرجع وليجدد التوبة والأوبة، ثم فلنعلم جميعا أن الخطوة العملية الأولى على طريق تحقيق النصر بل والسعادة في الدنيا والآخرة هي طاعة الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. بارك الله فيك وأحسن الله فيكم، وعلى وعد بلقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. مشاهدينا الكرام، نشكر حضرتكم ونشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسان، وحتى يضمن لقاء جديد شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في أمان الله. يا أيها الناس اسمعوا هذا النداء، إن الذي ناداكم رب السماء، فإذا سمعتم في الكتاب نداءه قولوا سمعنا ربنا ولك الولاء، سبحانك اللهم إذ ناديتنا فنصحتنا ومنحتنا شرف الدعاء. يا أيها شرف عظيم للورى فتأدبوا وتعلموا قيم الوفاء، يا أيها نادى بها من آمنوا من كان أهل الخوف أو أهل الرجاء، فإذا أمرتم والتزمتم فافرحوا، وإذا نهاكم فانتهوا بعد النداء.